بتروح لكابتن محمود حرب نبارك له على التأهل والانتهاء من الهدف الأول. يا كابتن محمود ألف مبروك يا حبيبي. كابتن محمود حرب طبعا مدير المنتخب الأولمبي. أنا قلت لك امبارح والله حسيتك وشها حلو علينا، قلت لك امبارح لا عايز أقول لك النهارده احنا يعني أنا داخل متأخر دقيقتين مستني الماتش يخلص. الحمد لله والله الحمد لله. لا ألف مبروك الحقيقة، وحاجة جميلة جدا جدا جدا، كلنا كنا سعداء بصراحة من أحلى المباريات اللي عملها المنتخب الأولمبي النهارده. الحمد لله والله الحمد لله بدعواتكم ودعمكم والله الدعم كل الناس، الواحد مش مصدق إن هو شارك في فرحة للشعب المصري كله والله. قد إيه الناس مبسوطة، قد إيه الناس سعيدة، يعني أنا دلوقتي بتبعت لي على التليفون الناس كلها مبسوطة والناس كلها عمالة تقول أخيرا بنبارك لمنتخب. خلي بال حضرتك يعني إحنا بقالنا فترة برضو المنتخبات الوطنية الأقل سنا بتبقى عندنا مشاكل فيها، وبالتالي الناس كلها قد حاطة كل الأمل على المنتخب الأولمبي، وبالتالي تم تحقيق الهدف الأول وهو الوصول إلى الأولمبياد. الصعب لسه برضو في إن شاء الله في المباراة النهائية اللي هتبقى بـ 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 طبعا بشكل اكبر مع المنتخب المغربي على ما اتذكر يعني. اكيد اه بالظبط ان شاء الله، حتى هم يلعبوا الساعه 9 ان شاء الله. 9 يعني 11 هنا. هنلعب الفايز منهم ان شاء الله، ربنا يكرم ان شاء الله. الحمد لله زي ما بقول لك حققنا 50%. امبارح قلت لك يعني احنا جايين ناخد البطوله مش جايين نصعد الاولمبياد، الاولمبياد طبعا هدف يعني ان شاء الله يتحقق، لكن كنا جايين همنا الاول ان احنا ناخد البطوله. انا برضو هاكد عليك بعد ماتش النايجر، انا يعني الحمد لله الحمد لله ماتش النهائي ده انا اعتقد ده اللي احنا وصلنا له. انا بجد يعني التعادل في اول مباراه على ماتش التعادل اول مباراه انا بقول لك الماتش ده بجد سبب وصولنا للفاينل، الماتش ده بالذات يعني تعادل. الحقيقة فرحة كبيرة جدا، أنا شايف إن بعد المباراة وانتهاء المباراة يعني روجيرو ميكالي الحقيقة اللي أنا بعتبره واحد من المديرين الفنيين الجيدين جدا الحقيقة كابتن محمود. بص يعني يعني عايز أقول لك الراجل فعلا فعلا يعني لازم نشكر الكابتن بركات ومجلس الاداره ان هم ساعدوا الراجل ده يجي للكره المصريه، فرق كتير جدا في الكره المصريه. جميل ان شاء الله ان شاء الله هيبقى كويس جدا لمصر، يقدر ان شاء الله يكون دعم للمنتخب الاول ان شاء الله. يعني يعني انا كنت بس عايز اتصل ابارك لك وان شاء الله ننتظر منكم القادم افضل وافضل. بارك لكابتن بركات، بارك لروجيرو، بارك لكل الناس، بارك لشيتوس، يعني بارك لكل الناس وقول لهم الف الف مبروك ويستحقوا الحقيقه. مبروك ليكم ولدعمكم وبشكركم بقى كلكم كل الاعلام. معالي الوزير انا عايز اقول لك معالي الوزير بجد عامل معانا حاجات فوق ما تتخيلها، يعني انا مش عارف اقول لك بيعمل ايه معانا ولا ايه ولا ايه يعني. لا سياده الوزير الحقيقه دايما مساند كبير للمنتخب الاولمبي وكل المنتخبات الوطنيه الحقيقه. بالظبط بالظبط، يعني لازم برضو نشكره، نشكر مجلس الاداره، نشكر كل الناس اللي ساعدتنا والله، لان ناس كتير فعلا ساعدتنا. يعني لا احنا اللي بنشكركم جدا يا كابتن محمود بصراحه على هذا الاداء، يعني انا بصراحه مبسوط بشكل المنتخب النهارده، انا كنت متخوف في مباراه النهارده. كلنا بص انا زي ما بقول لك احنا كلنا شغالين وكلنا تعبانه، لعيبه جهاز عمال اي حد شغال معاه في المنظومه هنا بيعمل اكثر من شغلانه مش بيشتغل شغلانته بس، ودي حاجات عوامل تاكدك ان شاء الله النجاح هيبقى جاي والحمد لله وصلنا له الحمد لله. كابتن محمود ممكن تقول لنا المباراه امتى، يعني المباراه النهائيه امتى والساعه كام؟ هو المباراه النهائيه يوم 8 ان شاء الله. تمام. الساعه 9 8 بتوقيت المغرب هنا. الساعه سوري الساعه 9 يوم 8. الساعه 9 يوم 8. الساعه 9 يعني 11 في مصر. بالظبط يوم 8. يوم 8 الساعه 9 المباراه النهائيه ان شاء الله، منتخب مصر ينتظر الفائز من مباراة المغرب ومالي ومنتخب مالي. ومالي بالظبط بالظبط. في نفس الملعب اللي حضراتكم بتلعبوا فيه؟ لا 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 في الرباط، الفاينل هيبقى في الرباط. هتنتقلوا لفين يا كابتن؟ في الرباط الرباط. الرباط ان شاء الله. عموما يعني مش عايزين نتقل عليكم لكن الف الف مبروك، بارك لكل الناس ويعني اشكرهم على هذا الاداء الكبير والرائع، شكرا جزيلا. والف الف مبروك لكابتن محمود حرب مدير المنتخب الاولمبي الحقيقه، اللي الحقيقه بنحييه وبنحيي طبعا في هذا الاداء الجميل، الفرحه حلوه، الفرحه بتخلينا دايما مبسوطين لانه منتخب يستحق الحقيقه، لم يلاقي دعم اعلامي كبير، يمكن القناه الوحيده او البرنامج الوحيد اللي كان بيتكلم دايما عن المنتخب الاولمبي هو البيت الكبير، ولكن في النهايه الحمد لله وحتى ولو بنسبة بسيطة جدا كنا بنساعد ان احنا نقول للناس على هذا الامر، وبالتالي الف 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 مبروك للمنتخب الاولمبي مرة اخرى.